بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة التالتة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 63. إذن في أول الصفحة كما نرى وكما رأينا فيما سبق نوزامي لبات يعني أصدقائنا الحيوانات. طبعا الحال سنكمل القصة التي كنا قد رأيناها والتي حدثت طبعا الحال بين لولابان ولاتورتي بين الأرنب وبين السلحفات. إذن جولي أنا أقرأ سلافاغ ليغ طبعا الحال كما تعودنا. إذن عندنا هذا النص الصغير لولابان أ لو فونتخ فيد لولابان يعني الأرنب أ هذا لو فيرب أفواغ تنقولو جاي معايا أنا تيا معك أنت تيا يعني أنت عندك إل أ إذن هاد ألي عندنا هنا إل أ يعني هو عنده إل أ يعني هو عنده نوزافو نحن عندنا فوزافي أنتم عندكم إلزون هم عندهم إلزون هن عندهن. إذن عندنا هنا لولابا أ يعني الأرنب عنده لولابا أ يعني الأرنب عنده. إذن إل أ هو عنده إل أ هي عنده. إذن هاد أ تتعني عنده أو عندها وهي طبعا الحال الصرف ديال لوفر أفواغ. طبعا الحال من تنقولوا عندها باش نفهموا هاد الفعل يعني بحال تنقولوا يملك هو يملك. عندما نقول هو يملك المقصود أنه هو عنده. إذن تجيب هاد المعنيين. إذا لولابا أ لوفونتخ فيد يعني الأرنب عنده أو يملك لوفونتخ يعني البطن فيد فيد يعني فارغ المقصود بأنه جوعان. إذا بطبيعة الحال هو جائع مادام أن بطنه فارغ ليس به أكل إذن فهو جائع هذا هو المقصود هنا. إذا لولابا أ لو فونتخ فيد الأرنب عنده البطن بطبيعة الحال عندنا هنا لو فونتخ يعني البطن فيد يعني فارغ. نقول عن شيء بأنه فيد يعني أنه فارغ. مثلا ان فيغ فيد ان بوتاي فيد إذن كأس فارغ قنينة فارغة. إذن لا تغطي كاش يعني أن السلحفات تخفي كاشية أخفى. تنقول مثلا كاميرا كاشي يعني كاميرا خفية. إذن كاميرا كاشي المقصود بها كاميرا خفية. إذن هنا عندنا لوفاب كاشي يعني أخفى شيئا. إذن لا تغطي كاش السلحفات تخفي ماذا؟ لا صلاد أنها تخفي يعني أن السلحفات تخفي ماذا؟ تخفي السلاطة ديغيغ لوفيلو يعني وراء ماذا؟ وراء الدراجة. إذن كما نرى الدراجة وكما نرى السلاطة طبعا الحال خلفها. إذن لولابا أ لو فونتخ فيد لا تورتي كاش لا صالاد ديغيغ لو فيلو. لولابا سوليف يعني أن الأرنب وقف. هنا عندنا لو فيرب سولوفي يعني وقف أو أنه استيقظ. إذن هنا عندنا لولابا سوليف طبعا الحال عندنا فعل آخر هو منه نفسه غير هو تيجيب واحد الشكل آخر ديال الصرف اللي هو لو فيرب لوفي. لوفي يعني أنك ترفع شيئا. هنا عندنا لو فيرب سولوفي هاد سو تتعني بأنك أنت تترفع نفسك المقصود بأنك تقف أو تستيقظ. إذن عندما نقول مثلا ماما سوليفتو يعني أمي تنهض باكرا. ما معنى تنهض؟ يعني فيها الوقوف وفيها الاستيقاظ. إذا نتكلم على لغة سولوفي تيجي بهذ المعنيين يعني أنك تقوم من مكانك أو أنك تستيقظ من نومك. إذا هنا بطبيعة الحال لولابا ماشي استيقظ بطبيعة الحال لولابا ما استيقظش من النوم ديالو بل أنه وقف
يعني بين من خلال القصة أنه وقف من مكانه. إذا لولا باسولاف يعني أن الأرنب وقف. ذا إيفيان ذا هذا لفظ آلي يعني ذهب، المقصود بأنه يذهب. إيفيان سلفغب فنيغ يعني أنه يذهب ويأتي، تيمشي ويجي هذا هو المقصود، يعني عيانه يمشي ويجي باش يقلب على هاد لا صلاد. إذا لولا باسولاف لولا باسولاف يعني الأرنب يقف من مكانه بطبيعة الحال. فا إيفيان يذهب ويأتي. إنو تخوف با لا صلاد، إنو تخوف با لا صلاد، ولم يجد السلطة. طبعا الحل ضبط خوفه هي وجد. إذا قلنا مثلا أتخوف لصلاد المقصود بأنه هو وجد السلطة، هنا عندنا الفعل محاط بهذا النبطة يعني هي النفي كما عندنا في اللغة العربية، هذه تعني النفي هذا النبطة. إذن أتخوف لصلاد ولم يجد السلطة. إليه très mécontent هو جد حزين. طب هذا الحال اذا قلنا مثلا اتروف لا سالاد، اذا سنقول il est très content، il est très content. ووجد السلطه هو جد فرح، اذا سنقول il est très content، ما نقولوش mécontent، il est très content يعني هو فرح. هنا عندنا il est très mécontent يعني هو جد حزين. لماذا؟ لأنه لم يجد السلطة. إذا نعيد لو لابان الو فونتخ فيد لا تورتي كاش لا سالاد ديغيار لو فيلو لو لابان سولاف فا إي فيان إي نو تخوف با لا سالاد إلي تخي ميكونتون. أسويف للمتابعة يعني أن القصة لا زالت لم تستكمل بعد. إذا ننتقل إلى مو أوتي. مو أوتي كلمات مو، طبعا الحال عندنا كلمات مو اصلا هي الكلمه، طبعا الحال عندنا فيها اس في الاخر، اذا طبعا الحال هذه الكلمه فهي جمع. اذا نتكلم عن كلمات اوتي. اوتي يعني هو اداه، اوتي يعني الاداه، هنا عندنا اوتي افيك اس. اذا نتكلم عن ادوات، ادوات طبعا الحال تنتكلم على واحد الكلمات كما قلنا فيما سبق اللي تنستعملوها بحال الادوات باش يوصلوا لنا معاني من خلال الجمله. من ضمن هاد الكلمات الأدوات كما فد الفقرة عندنا أ، عندنا كلمة أ. طبعا الحالة هذه في الحقيقة هي حرف ولكن راها كلمة هنا لأنها تتعني يملك، هذا كما قلنا لا فيرب أفواغ. طبعا الحال تيجي بمعنى ديال يملك كما سنراه فيما بعد بأنه تيساعدنا باش نصرفوا الأفعال. إذن هو تيجي بمعنى ديال يملك. طبعا الحال يجيب الإشارة هنا إلى أن هناك أفعال أخرى تعني هذا المعنى، مثلا لفاغ بوسيدي، بوسيدي يعني امتلك. إذن عموما نتكلم عن أفواغ يعني كفعل ديال أنه يملك أو عنده بمعنى آخر. إذن هاد أ، هاد أ كما قلنا ما هو إلا لفاغ أفواغ ولكن التي تتصرف مع إيل أو آل أو مع أون. إذن ممكن أنني أقول مثلا إيل أ لو فونتخ فيد يعني أنه عنده البطن فارغ، أو نقول آل أ لو فونتخ فيد يعني هي عندها البطن فارغ، أو نقول مثلا أحمد أ لو فونتخ فيد، أحمد عنده البطن فارغ. طبعا حتى تنتكلم على شخص في الغائب سواء تكلمنا عن إيل أو آل أو أحمد أو مثلا فاطمة. فاطمة مثلا أ لو فونتخ فيد، فاطمة عندها البطن فارغ. إذا نتكلم عن الغائب، عن شخص في الغائب، سواء استعملنا الضمائر أو استعملنا الأشخاص. إذا بطبيعة الحال هاد أفواغ تيعطينا هاد أ، بطبيعة الحال مع الضمير الغائب. إذا نقول إل أ لو فونتخ فيد يعني هو عنده البطن فارغ. إذا هنا نتكلم عن أفواغ. إذا عندنا هاد أ برغم أنه حرف فهو كلمة، راه في الحقيقة كلمة. علاش؟ لأنه كما قلنا أفواغ مع إيل مع آل أو مع أي شخص نذكره في الغائب نقول عنده. إذن بطبيعة الحال هاد أفواغ يعطينا هاد أ. أما إذا صرفنا أفواغ مع جو إذن فأقول جي، مثلا جي لو فونتخ فيد، أنا عندي البطن فارغ. تيا لو فونتخ فيد، أنت عندك
أو أنت عندكِ البطن فارغ. ثم إلى كما عندنا هنا إلى الفونتفيد يعني هو عنده البطن فارغ. أما مع نحن نظافو الفونتفيد نحن عندنا البطن فارغ ولكن الأكثر منطقية نظافو الفونتفيد نحن عندنا البطن فارغة. طبعا الحال إحنا مجموعة ما يكونش عندنا بطن واحد بل غيكون عندنا بطن. إذا نظافو الفونتفيد ممكن أننا نقول هذا فوزافي لي فونتر فيد أنتم عندكم البطون فارغة. إيلزون هم عندهم إيلزون هن عندهم لي فونتر فيد البطون فارغة. إذا بطبيعة الحال الصرف ديال أفوا هو هذا ولكن مع إيل أو مع إيل أو مع أون هذا نسيناه نقول مثلا أون لو فونتر فيد أون لو فونتر فيد بطبيعة الحال هاد أون أنها تعني الناس. إذا عندما نقول أون لو فونتر فيد المقصود بأن الناس عندهم البطون فارغة رغم أن الفعل تيجي مع المفرد هنا. يعني بطبيعة الحال تنقول أون هذا الفعل هذا وكل الأفعال تتصرف مع أون أنها تجيب حالة مصرفة مع إيل أو مع إيل رغم أنها تعني أشخاص كثر. أون لو فونتر فيد يعني أننا عندنا البطون فارغة تنتكلموا على أشخاص غير معروفين. إذن تنتكلموا على أون. إذا التي يهمنا هنا وهو أن أ هي لأفواغ يجيب الإشارة هنا أيضا إلى أن هاد أ ليست هي هاد أ أيضا. نقول مثلا جوفي أليكول هذه أليكول هذه راه ماشي أفواغ هاد أ. تنشوفوا فوق منك كاين واحد لاكسون لتمييزها عن أ التي تعود لأفواغ. إذا هاد أ هذيك راه بريبوزيسيون بحال تنقولوا حنا حرف جر جوفي أليكول. إذن هاد ألي عند أكسون ماشي هي هاد أ. إذن ننتقل إلى نوبا. نوبا اللي تتعني النفي. إذن عندما نقول مثلا أنو تخوف با لا صلاد ولم يجد السلاطة طبعا الحالة نوبا تيكون بنات الفعل. مثلا جو مارش جو نمارش با أنا أسير أنا لا أسير. تيمونج تي نمونج با أنت تأكل أنت لا تأكل. إذا بطبيعة الحال تنديرو هاد نو ثم الفعل ثم نختمه بهاد با. إذا هاد نو با تحيط بالفعل. إذا نو با تتعكس النفي. ننتقل إلى جو غوتيا. جو غوتيا يعني أنا أستنبط سلافير غوتونيغ كما قلنا. إذا كما نقول ديغيير ديغيير يعني وراء ديغيير كما رأينا فيما سبق لا تورتي كاش لا صلاد ديغيير لو فيلو السلحفاة تخفي السلاطة وراء الدراجة. إذا ديغيير المقصود بها وراء أن فيلو أن فيلو فوالا سي أن فيلو أن فيلو. أونسويت كيسكونا هنا لو فونتر لو فونتر تنشوفو السهم تيشير إلى لو فونتر. لو فونتر المقصود به هو البطن فوالا سي لو فونتر. il se lève il se lève اذا هو ينهض. اذا كما قلنا لو فيرب se lever هي نهض او استيقظ. اذا il se lève هو ينهض. طبعا الحل اللي غيخلينا نميزوه واش هو استيقظ او نهض من مكانه وهو سياق الكلام. اذا طبعا الحل اذا قلنا مثلا il se lève غالبا اننا نقصد به انه يستيقظ باكرا من نومه ولكن كما عندنا في النص الصغير اذا قلنا لولا با سولاف فا اي فيان. نحن نعرف بان هناك صراع بين الارنب وبين السلحفات حول هد السلاطه. اذا بطبيعه الحال عندما نقول لولا با سولاف اذا المقصود بانه هو ينهض من مكانه فا اي فيان ثم يذهب وياتي. اذا ايل سولاف كما عندنا هنا يعني هو ينهض من مكانه. اذا كما قلنا سلافا سولافي سولوفي. أما لو فيرب لوفي يعني رفع. مثلا نقول إل لاف لو دوا إل لاف لو دوا يعني هو يرفع أصبعه يعني هو يرفع شيئا آخر كأن هذا الأصبع خارج عنه. مثلا نقول إل لاف مثلا لاردواز هو يرفع اللوحة. إذا هذه اللوحة كأنها خارجة عن الشخص. أما عندما نقول إل سولاف إذا هنا نقصد بأنه يرفع نفسه المقصود بأنه ينهض أو يستيقظ. إذا كومبيتونس كومبيتونس
إذا قدرات على فان دو سيت سومين يعني في نهاية هاد الأسبوع تو سوغا كابابل أنت ستكون قادر أو أنت ستكونين قادرة دونك لوي على استعمال دي زيكسبرسيون على استعمال عبارات هاد لي زيكسبرسيون تتفكرنا فعل سيكسبريمي يعني عبر عن نفسه إذا دي زيكسبرسيون يعني عبارات إذا دونك لوي دي زيكسبرسيون إذن أنت ستكون قادر على استعمال عبارات pour inviter quelqu'un pour inviter يعني من أجل دعوة pour inviter quelqu'un يعني أنك تعرض على شي واحد تعرض عليه يعني أنك تستدعيه مثلا لحفل أو لعشاء أو لشيء آخر إذن pour inviter quelqu'un من أجل دعوة شخص quelqu'un يعني شخص طبعا حتى نتكلم مثلا على l'invitation l'invitation يعني الدعوة إذن à la fin de cette semaine tu seras capable d'employer des expressions pour inviter quelqu'un يعني في نهاية هذا الأسبوع أنت أو أنت ستكون قادر أو ستكونين قادرة d'employer على استعمال des expressions pour inviter quelqu'un يعني على استعمال عبارات من أجل دعوة شخص de lire المقصود هنا à la fin de cette semaine tu seras capable de lire أنك في آخر هذا الأسبوع أو في نهاية هذا الأسبوع ستكون قادر على دولير على قراءة لصن في على قراءة الصوت في في أيضا تشوفون عندنا فاصلة لصن ثم الأصوات طبعا الحال هناك تابع الأصوات أي 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 طبعا الحال الفرق واضح في هذا أي 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 يعني من الآن احنا غنشوفها من بعد هذا الأولى أن تتكون قصيرة بحال كلمة في فيلو 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 هاد أي تتكون قصيرة أما هاد الثانية فهي تكون شيئا ما طويلة مثلا سلاف سلاف إذن هاد أي تنحسوا بها كاين في واحد المد إذن طبعا حتى نديروا هاد لاكسون أخرى ماشي هاد لاكسون الأولى إذن دولي على الصون إذن ستكون قادر على قراءة الصوت في لسون والأصوات لسون الأصوات اي 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 اذا هاد اي وهاد اي اللي ذكرنا الان لي مو اي لي فراز لي كونتونو ثم انك ستكون قادر على قراءه لي مو الكلمات اي لي فراز والجمل لي كونتونو المحتويه اياها يعني المحتويه عليها ثم ديكريغ يعني على كتابه المقصود على فان دو سيت سومين تي سورا كابابل في نهايه هذا الاسبوع انت ستكون قادر على ديكريغ كوريكتومون أنك ستكون قادر على كتابة أنك ستكون قادر على الكتابة correctement بشكل صحيح في أي 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 يعني أنك ستكون قادر على الكتابة بشكل صحيح كتابة ماذا؟ في أي 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 يعني أنك ستكون قادر على كتابة هذه الأحرف أيضا enfin à la fin de cette semaine tu seras capable de prendre soin des animaux يعني في نهاية هذا الأسبوع ستكون قادر على أخذ عناية بالحيوانات المقصود بأنك ستكون قادر على الاعتناء بالحيوانات إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.